اذا ما نخافش بقى. انا ما طيب انا في الوقت ده اعمل ايه؟ انا فاضل ايام اذاكر بطريقه البابل شيت. طب يعني ثانية ايه واحدة بطريقه؟ معلش، هو السؤال متأخر قوي بس لازم أجاوب عليه. الكتاب المدرسي راح لكل الطلبة. ده الكتاب المدرسي ما اتغيرش بقاله 20 سنه، حلو. والاسئله اتوضعت في الكتاب المدرسي 5 مرات. يبقى معنى ذلك انا لما اجاوب عن الاسئله السابقه واتدرب عليها وموجوده في بنك المعرفه وموجوده في حصص مصر وموجوده في مواقع وزاره التربيه والتعليم، واسحب ورقه البابل شيت اللي هي عباره عن ورقه فيها اسئله وفيها 4 دوائر. كويس. حته مهمه جدا بقى، قول. ان كل ورقه امتحان عليها الف او ب او جيم او دال. كويس. يعني معنى ذلك انا كطالب نمره 1 بكتب اسمي، نمره 2 بكتب رقم الجلوس، نمره 3 وتحتها 10 خطوط اكتب رقم ورقه الاسئله. لان لو ما كتبتش الف وسبتها او ب او غلطت هتنصحها بطريقه غلط ياخد 0. يبقى معنى ذلك، طب تقولي لي طب ما دي الطالب نقطة مهمة أوي دي. هنا بقى مسؤولية الطالب ومسؤولية المراقب. اتنين مراقبين بيتابعوا هل الطالب ده في الرقم القومي بتاعه، صورته واسمه، رقم هو ده الجلوس تقصد، الرقم القومي برضه معاه ورقم الجلوس ويشوفه. نمرة 2 بيشوفوا الاسم ورقم الجلوس ويشوفوا ورقة الأسئلة والرقم اللي مكتوب عليها. كويس. ألف ألف ب ب. ليه بقى؟ لأن أنا قاعد خدت رقم جيم. اللي عندي هنا ألف واللي عندي هنا ب واللي عندي هنا دال. إذا لو حد قال لي 4 يبقى غلط. نمرة دال يقول لي رقم 3 جيم. مش المفروض في مرونة مع الطالب شوية يعني؟ ده دي عشان ممنوع الغش. دي اصل ده تمام. معتمد من مصر. ده طيب. دولي. هنا في جزئية مهمة قوي بمناسبة، وهسيب حضرتك تكمل. بمناسبة كتاب المدرسة. نعم. في اسئلة بتيجي يقول له سؤال ويقول له هات امثلة من عندك، هات مثل او مثلين من عندك. حلو. بس ده كان سؤال واحد. المقال انا بديله سؤال موضوعي. ثانية واحدة. بديله ألف ب ج د. ثانية واحدة يا فندم. هو بيقول له اديني أمثلة من عندك. حلو، حضرتك بتقول ده موجود في كتاب المدرسة. لو الطالب كتب المثال اللي موجود في كتاب المدرسة ما بياخدش عليه درجة. ياخد عليه فول مارك.